هذا الشهر المبارك شهر القرآن، يشد الناس إلى الدين، يذكرهم بحق الله، تشم رائحة الدين في كل مجلس يجلس فيه، تحس بإقبال الناس على كتاب الله، يقرؤونه ويسمعونه ويتدبرون آياته. إنه يرفع في نفوس الناس درجة الاستعداد لتغيير ما في نفوسهم حتى يغير الله ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يشعرهم القرآن بضرورة هذا الدين كضرورة الماء والهواء. وإن كل أمة تهمل أمر دينها وتعطل كلمة الله في مجتمعها، فإنما تهمل أعظم طاقاتها وتعطل أسباب فلاحها في الدنيا والآخرة. وكل أمة يفقد التدين في مجتمعها تضطرب أمورها ويموج بعضها في بعض، ويقلب الله عزها ذلا وأمنها خوفا وإحكامها فوضى.